Pete. Me. Do you need to? Do you need? Let the flick. Can I? Can I? يلا كلها باي اقطعها اقطعها يلا يلا وين انت لبي شاي البابونج هذا يكون خاص للأطفال بدون يعني سكر بدون إضافات فواكه نقدر نسوي شاي دافي أو بارد فرح نأخذ هذا كلش كفاية في عدة أعشاب هذا خاص للأطفال اللي يعانون من قلق بالنوم تعرفون عندهم مشاكل فهذا أنصحكم به عندهم بيبيات فتقدرون تسوي لهم من عند هذا الشاي وتشربوهم من عنده ينامون للصبح منتشر هواي يستعملوا يعرفوا اكيد انتوا هسه تعرفوا البلو هو يكون اسمه واكو معطر اكو شامات هاي الريحه ما تموت عليه واني هذا اكثر شيء احبه لان مات النوعيه والريحه حلوه حاخذ هذا يكون اللي بيه قمح هاي بعد 6 شهور اكو يكون يعني 4 شهور هذه افضل شغلات هذه مثل البسكت يعني ينحط عليه اي مطحون مو ممرود تخلون عليه يا اما مي اما حليب لانه هو بدون حليب اكو بيه اكو بدون امتحان وقرينا عليه اي هذا السميد هذا اشتريت واحد تاكلي لا شكرا انا اريد المعلبات اي هذا اني مال بعد السنه شلون كورن فليكس مال بيبيات بيج هذا انت هذا حيدر هو يعني هاي نظر انيس كذا لايكي صار لون روزا صباح الخير صباح العافية صباح النشاط راح أشوف لكم فطوري شنو قمنا نحسب هنا عندي 1.5 وأكو حليب بس ساني مخلص عندي 0.5 النوعية اللي أستخدمها هذه موجودة بالدي أم بيها فواكه مجففة كل واحد يحب البيض المسلوق فتقدرون مثلا تستخدمون الحبوب الشوفان كلش طيبة للفطور واصلا تحسسكم بالشبع اكو تجي بيها شوكولاته بس ما تكون بيها الملش هوايه حليب وهيك او دهينه تكون هي اصلا بالشوكولاته السوداء او الداكنه فتقدرون تستخدموه او نوعيه ثانيه اللي هي بالفواكه المجففه هذه هي موجوده طبعا بالدي ام شوفان رقائق التفاح وتين ومشمش وهاي الشغلات كلها ونباتيه وبدون اضافات سكريه ما بيها نهائيا اكو يصير شوفان خصوصا الاطفال اللي يحبوه او اللي موجود دائما بالاسواق بي يكون حلو اكو بالعسل وهيك شغلات بس ما يكون هو عسل طبيعي اكيد اضافات السكر بي فهذا لا تتقربون عليه للصبح يعني كفطور لكم اخذوا دائما اللي يكون خالي من اضافه السكر ما بيه نهائيا وبالاضافه يجي بي اللي احنا نقول عليه الكشمش بي كشمش او ما بي هو العنب هنا المجفف الفواكه اللي بهاي النوعيه بدي اشوف لكم اياها حتى اذا اللي حابين ياخذوها من الدي ام او تاخذوا لها صوره تطلبوها هذا بيو بالإضافة إنه هو بيولوجيشا الفاكهة مالته مكتوب إنه هو أوس بيولوجيشا لاند فيرتشاف يعني ماخذيه من مزرعة مزروعة النباتات بيه بدون تدخل الإنسان ما ضايف فيه لا سماد ولا هاي المحفز وما أعرف شنو يصحوا لها هرمون أو هيك شغلات يضيفوها دائما للفواكه على مود بسرعة ينشط وبسرعة يكبر طور الشوفان ويا الفواكه المجففة كلش كفاية بين الوجبتين تقدرون تاكلون السناك هاي الخبز الاسمر خبز النخاله نسميه تقدرون تشربون ماء على شاي مثلا شاي
الليمون والزنجبيل كلش يعني واحد ياخذ له كوب كلش كفايه. فواكه مثلا او اي شيء ثاني واحد شنو يعجبه، بس اشياء الدهن والنشويات ابتعدوا عنها تماما ابتعدوا عنها. هاي عندي علبة ثانية افرغها بي، وهذا اللي قلت لكم عليه بشوكولاتة، بس الشوكولاتة تكون ما بيها طعم حلو كلش هواية داكنة وبدون سكر. اللي اخذته علي نوعيتين، هذول هم بيو ونوعيتين، نوعية ممكن يقدر ياكلها خلينا نقول قبل ما ينام، تكون كلش حاسسه بالشبع حتى الطفل ما يضل يقعد بالليل لانه شبعان. هذه هي شوفوها اللي موجودين هنا، تقدرون تاخذونها من الدي ام، هذه قبل النوم، يعني مو هي مالت قبل النوم بس يقدر الطفل ياخذها قبل النوم لانه تكون خفيفه على معدته. هاي الصبح مثلا وجبه الصبح او ما بين الصبح والعصر، غدا وما غدا وهاي الشغلات. شلون تعرفون طفل جاهز للاكل؟ اكو اطفال يبلشون خلينا نقول بدايه الشهر الرابع، اكو اطفال يتاخرون، اكو مثلا اكو علامات الكل يعرفها، الطفل يبدي راسه يعني خلينا نقول يشيله يتحكم به ويقدر يسيطر على نفسه مو كلش، يعني لانه هاي من اهم العلامات انه الطفل جاهز يريد ياكل. تحسون بي دائما راسه يلتفت يمنى يسرى، هو يعني يتحمل يشيل وزن راسه. شغله ثانيه من تخلوه بالكرسي، صحيح ويا ستاند او فد عمادات الى خاصه يعني شويه تسندو ما يوقع، يعني مو كلش هو وضعيته زين، يعني ما يروح لا يمنى كلش ولا يسرى كلش، بس اذا تخلوا له هاي الحزام او تسندو مخده مثلا ورا ظهره او بالصفحه فتشوفوه ثابت، هذه هم علامه ثانيه. الثالثه شلون تحسون انه هو يريد ياكل او جوعان، مو بس يعتمد على الحليب، من تقربوا له مثلا الملعقه على حلقه تريدون تنطون الاكل يبدي يفتح حلقه او يتقرب، تحسوا ده يتقرب. هاي اول شغله بلشت بيه قبل ما ابلش ويا الرقائق الشوفان، لانه التفاح خلينا نقول سهل للهضم وشيء كلش خفيف وبارد على المعده من اول ما يدخل على يعني معده الطفل، وهو سوى بس يشرب حليب، يعني ما يصير اول شيء راسه مباشره تفوتون عليه مثلا بالسيرلاك يكون قوي عليه. بس انا هنا ما جبت سيرلاك، جبت رقائق شوفان على مود تكون خفيفه عليه، وبنفس الوقت جبت له هذا التفاح المهروس. لازم خاشوقه وملهيه، مستعجل انت مستعجل. يلا يلا جيتك الثانية جيتك الثانية. جوعان جوعانة انتي؟ بس اخر الملهية عيط هاك عباله يطلع له من الملهية ما يقدر يخاشوك. اوسي اوسي طبعا حاطة الملهية بايدي على مود يجي بباله انه الاكل ده يجي من الملهية حتى يبلع. نسوي لك استراحة يلا. خلينا نمسح حلقك لانه صار الياسة، نرجع نعطيك الملهية. الشوفان خلطت ويا التفاح الجاهز مهروس تفاح على مود ما يسبب له مشكلة، يعني تعرفون اول شيء الواحد اول ما الطفل اول ما تنطوه اكل لازم ما يكون بالحنطة وهاي الشغلات، فلازم التفاح يكون موجود بكل شيء. فخليت له شوية مي وخليت له تفاح. لازم السر ما عاد كذا. امسي يلا نعطيك استراحه شويه تهدأ حتى ما تختني. اسلب مي اهم شيء المي، على شكله من يعرف هذا مي. باي باي راح انام، انا سدت خلوفه لازم انام. شبيات؟ هاي انت سويته؟ ايه هاي اني اصوات بالاكي اكتيف شبيل بلاتس حلو. حلوه هاي يلا طالعي طالعي يلا. هاي زينه ترى. اي ما يخالف
هاي زينة، هاي كبيرة زينة. لحظة، هاي الصغيرة شلون تقدر تطلع لي اياها؟ هاي ليش صغيرة؟ لو ما تطلع هاي الصغيرة جوا؟ اي هاي مو كبيرة هاي؟ بالثياب هذي هاي؟ اي هاي أكبر منها مو صحيح؟ لا ارفع عينها خليها. والله يصوم عن بعض، يا يجي لي دولة كبيرة 2700 2.5 2600 بس هاي زينة مو؟ هاي زينة هي. اي يلا المطابخ الصغيرة صعبة في القصر. نطلع الموقع. باكل كيك الحار. بالعكس بس لا ديتش مات تشوف ديتش من البانيو للشوي راح اشويها اليوم على الغاز ونجرب وانطيكم رايي بيها. ويغار هذا جيران اجى يقول ليش هي هنا جوا. انا خلصت الزلاطة مثل ما شفتوا، خلينا الفجل البارد مو حار، اكو بيجي الابيض شوية حار، خلينا الفجل وخيار، وهنا عندي ملح وفلفل مثل بهارات الزلاطة هي اصلا جاهزة، راح اخليها واخلي شوية زيت الزيتون عليها. راح ننقصف. صفات الانذار من الدق يعني جاهم اخباري انه حريق صار. إذا ذنب والكاتشب. كيف بلقي؟ هذا من اكثر العطور اللي احبها. نديره على جهله.